أحلى من ألف ليلة. الأستاذ سعيد مشرف مدير المسؤولية الاجتماعية بشركة نسمة، يسعد مساك شيخ. أهلا وسهلا، حياك الله. أولا نبارك لكم هذه الجهود الرائعة وأنتم كرعاة رسميين في هذا الحفل. أولا كلمتك للعرسان، أبنائكم العرسان. في الحقيقة أولا أنا أحب أنوه للإنجاز والعمل الرائع هذا اللي قام فيه جمعية الزواج الجماعي، ومشاعر لا توصف صراحة أنك تزوج 1200 شاب وفتاة، عمل إنساني رائع. احنا في شركة نسمة القابضة ندعم هذا المشروع منذ سنوات، وسنظل ندعم هذا المشروع لاقتناعنا وإيقاننا بأن هذه المشاريع هي اللي تبني المجتمع مثالي. طيب كيف ترى يعني استمرار دعم الشركة لنسمة؟ هل هي مستقبلا ستستمر في دعمها؟ والله احنا مستمرين معاهم، احنا شريك رئيسي منذ سنوات وحنستمر معاهم. زي ما قلت لك احنا توجهنا في شركة نسمة القابضة ان احنا نبني مجتمع مثالي، نبني قدرات، نمكن الشباب ونأهلهم في كل مجالات الحياة. كلمة الأخيرة لجمعية الزواج الجماعي وتقوم على هذا الكرنفال والحفلة الكبير. حقيقة جمعية الزواج الجماعي يشكروا على هذا العمل الجبار، ولكن انا اكرر طلبي لهم للمرة الثانية على التوالي. في السنة اللي فاتت طلبت منهم أن يعملوا حفل زواج خاص بالسيدات بالفتيات لرغبة الفتيات بالفرح أسوة بالشباب، وأتمنى أنه يكون الاقتراح هذا ينال قبول من المسؤولين في جمعية الزواج. بإذن الله إن شاء الله، هذا يعني فكرة جديدة ورائعة كما ذكرت، يهم الفتيات كما هو يهم الشباب. أنا شاكر ومقدر لك أستاذ سعيد، شكرا لدعمكم، شكرا لحضوركم في هذا المهرجان. شكرا لك.